فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق إحدى زوجاته؟ نعم. هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلق إحدى زوجاته؟ نعم، هو أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها بكبر سنها، فطلبت منه ألا يطلقها وأن تهب يومها لعائشة صلح، هذا من باب الصلح، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل تبقى على شرف الأمومة، أمومة المؤمنين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.